طيب اليو ديانج اليو باجي لسه ما تمش حسم امر انتقاله خارجيا. هو عنده حاجات بس طبعا لسه ما احنا لسه سائلين في النادي ولسه صالح جمعه. وانا بقول لسه سائلين هيقول لي ما انت المفروض تعرف. انا بسال على اخر حاجه قبل ما اخش البرنامج اخر مستجد. صالح جمعه خلاص خد الاستغناء وسيراميكا كلوبات ربنا يوفقه وارجو ان هو تبقى فرصه انه يبتدي بدايه جديده. احمد الشيخ كان الاهلي جايب له حاجه في تشيكوسلوفاكيا هو ما حبش في التشيك ما حبش انه يطلع بره وهو منتظر واحنا يعني خلاص احنا انت خدت قرار مدروس. احمد الشيخ لاعب مميز جدا لكن ما يقدرش الكابتن احمد الشيخ يقول انا ما خدتش فرص. اكتر سنه لعب فيها احمد الشيخ السنه دي مع كل المدربين اللي جم. تمام. فهو احيانا اسلوب اللعب هو لعيب مهاري طبعا لعيب عنده رؤيه مؤكد لكن اسلوب اللعب قد تكون تناسب لاعب او لا تناسب لاعب اخر. تمام. اذا كل التحذير من التعاون مع اهل الشر. ما تخشوش معاهم في الحته دي خلاص. احمد الشيخ يروح مطرع الحته اللي فيها مصلحته هو ده العدل. اهل الشر يا الناس اللي بتنثر الشائعات وبتحاول وهو شائعات انت ليه تذكر شائعات دلوقتي؟ اللعيب ده خلاص النادي الاهلي اتفق معاه بالتراضي والراجل طلع قال كلمتين محترمين فربنا يوفقه وانت عارف انت بتعمل ايه وخلاص على كده. طيب على ذكر الكابتن محسن صالح ولجنه التخطيط الحقيقه لفت نظري تويته كاتبها الكابتن محسن ويبدو انه استعاد العلاقه الجميله بتاعته مع الكتابه. كابتن محسن صالح اشتغل بالصحافه على فكره فتره في اخر ساعه. قال الكابتن محسن صالح في الموسم الماضي حقق الأهلي أصعب بطولة دوري بفريق جريح وهذا الموسم فاز الأهلي بالبطولة بسهولة وبشكل مريح وبالكاس السمراء اللي كانت دايما مطلب شعبي واضح وصريح. جمهور الأهلي بينادي وبيدعي ويقول تسبيح كاس مصر يا بيبو والسوبر وبدون ترجيح. يعني احسب في الوقت الأصلي هو طبعا لو دخلت في الترجيح بقى كل شيء متاح نتمنى. بصوا يا جماعه هنتكلم فيها تفصيلا بعد كده. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل علشان خاطر المهندس عدلي هنحط حاجات كتيره في الغربال.